السلام عليكم متابعين قناة يوسايبرز بحلقة جديدة معكم أخوكم دارك. اليوم راح أجاوب الناس اللي طلبت مني طريقة تغيير ألوان السكريبت أو الأداء أو المحث أو الشعار تاعهم. راح أشرح طريقة تغيير لون كل جزء وراح أشرح كيفية كتابة اسمك أو اسم فريقك بحيث يتحول لكود مرسوم. أكيد هذا راح يفيدك بشكل كبير لو أنت من الأشخاص اللي بيعمل سكريبتات أو أدوات أو بتشتغل على لغات البرمجة بشكل كبير، تحديدا لغة البايثون. الموضوع هذا راح يفيدك بتنسيق شكل الأداء أو السكريبت. يلا نبدأ الشرح. لا تنسى تعمل لايك وسبسكرايب وشير للقناة. اختار ماكس. نقوم بإنشاء ملف عن طريق الأمر التالي بأي اسم بدنا إياه. نانو مثلا يوسايبرز دوت بايثون. طبعا شايفين زي ما انتم شايفين في رسمة أو شعار أو لوجو. فكيف عملت الشعار هذا؟ هسه بفرجيكم. ندخل على تطبيق جوجل كروم، ندخل على موقع اسمه اسي وورد. تمام، هذا الموقع زي ما انتم شايفين للرسمات. تمام، وبالموقع هذا موجود عدة اقسام، مثلا الانيمالز. تمام، الرسمات هاي بتقدر تعملها كوبي بيست، يعني تنسخها وتحطها بالاداء او السكريبت بتاعتك. تمام، بس في كثير ناس ما بتعرف في ميزة بالموقع هذا، ما بتعرفها الميزة هاي. بندخل مثلا على تكست جنريتور، نقوم بتحديد بلوك، نكتب الاسم اللي بدنا اياه او اسم التيم او اي اسم بدنا اياه احنا، مثلا يو سايبرز. الموضوع سهل جدا وبسيط، تعمل له كوبي بيست. تمام، تعمل كوبي كامل للوجو هذا او للرسمة هاي بيست. تمام، بعد ما نعمل له كوبي بيست ندخل نرجع على تطبيق تيرماكس. تمام، زي ما انتوا عارفين والمفروض ان نعمل برنت، بما انه هذا ملف بايثون. بنبلش من اول كود بالرسمة او اول جزء بالرسمة، نكتب برنت بما انه من لغة بايثون. قوس كوتيشن. تمام، وبنكمل الموضوع هذا على كامل الكود او الرسمة. تمام، بما انه بياخذ وقت كثير عشان وقت الفيديو انا بكمله وبرجع لكم. شايفين هان، بقوم بإضافة كلمة برنت على كامل الكود أو الرسمة، بفتح قوس وبحط علامة كوتيشن. تمام، طبعا بأنه فتحنا قوس لازم احنا نسكر القوس، بالتالي بروح على آخر الرسمة هيك. تمام، تمام، وببدأ ايش أسكر القوس. بلاحظ انه لون الرسمة اتغير للون الاخضر. طبعا بضيف الكوتيشن، بسكر الكوتيشن والقوس على جميع الرسمة. فلازم اعمل هيك على كامل الرسمة لحد ما اخلصها، وكمان عشان وقت الفيديو بخلصه برجع. اكيد هيك بكون خلصت طبعا هذا الشكل النهائي للرسمة. اكيد لازم احط هذا كله بدالة. لو انا بصمم سكريبت او بصمم اداة فلازم اعمل دالة. اعملها كيف؟ بعمل بكتب ديف. تمام، بما انها رسمة بسمي الدالة بانر. تمام، بعده بضيف قوسين. بعدها
بعمل فراغ، بعدها بضيف اربع فراغات بحيث اخليها كلها دالة. انتبهوا للموضوع. تمام، سوري، واحد اثنين ثلاث هي اربعة، بحيث اخليها كلها دالة. يعني لما استدعيها بتظهر بسرعة، بس انا مو محتاج اعملها دالة. ليش؟ لانه بطلع لك الرسمة بس. بس اذا انت بدك تضيفها على الاداء او سكريبت فانت لازم تعمل دالة. هاي اول نقطة لازم تكون فاهمها عشان ما يواجهك اي مشاكل. بعدها بتعملها استدعاء، تكتب اسم الدالة، بتلاقي السكريبت طلع معك بهذا الشكل. احنا هيك خلصنا. تمام، بس خليني احذف الاربع فراغات لانه مو محتاجينها. تمام، طبعا هيك احنا خلصنا. بس اذا بدنا نطبعه ما في اي مشكلة، بس راح يطلع معك باللون الابيض. طيب لو انا بدي الون لون معين، راح اترك لكم سكريبت انا عملته بهاي الالوان. ندخل على السكريبت. تمام، نختار اي لون بدنا اياه. مثلا اللون الاحمر، نعمل كوبي من حرف الام للسلاش، اعمل له كوبي. بعدها بنرجع على الرسمة. طبعا بما انه بدنا نلونها لازم نضيف الكود اللون على جميع الرسمة. طبعا بما انه بياخذ وقت طويل عشان الفيديو بعمل وبرجع لكم. هيك راح يكون معكم بالشكل هذا. تمام، طبعا انا عملت لون واحد للرسمة. طيب اذا بدي اغير لون يو سايبرز لون ثاني، مثلا اللون الازرق، وكانت مع الجملة يعني ما كانت متصلة بشيء ثاني، شو بسوي؟ حتى لو كانت ملزقة كلمة دارك، حتى لو كانت ضمن كلمة دارك، بنزل عند يو سايبرز، تمام، وبدخل على سكريبت الالوان. تمام، بختار مثلا اللون الازرق وبعمل له كوبي، وبرجع على السكريبت اللي عملته تاع الرسمة. وقبل يو سايبرز بعمل باست اللون اللي اخترته، اللون الازرق. بعديها بعمل كنترول اكس يس انتر، بكتب هسا اول اشي كنت كاتب نانو يو سايبرز دوت بايثون، هسا بكتب بايثون يو سايبرز دوت بي واي. طلعت معي كلمة دارك باللون الأحمر ويو سايبرز باللون الأزرق. طبعا أنا فتكم، لا تنسونا بلايك وسبسكرايب وشير للقناة.